تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تكريس كل الجهود الممكنة لتهيئة المرافق العامة والحدائق بحيث تكون صديقة لذوي الإعاقة. دشنت بلدية مدينة الشارقة ركن ألعاب مخصصا للأطفال من ذوي الإعاقة في متنزه الشارقة الوطني، حيث تم تجهيزه وتصميمه بطريقة تناسب الاحتياجات والقدرات الخاصة لهؤلاء الأطفال. وأوضح سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن إنشاء ركن ألعاب للأطفال من ذوي الإعاقة جاء تطبيقا للمشروع الابتكاري الذي صممته 15 مرشدة من المرشدات المنتسبات لمفوضية مرشدات الشارقة، وعرضنه خلال مشاركة المفوضية في شهر الإمارات للابتكار فبراير الماضي. وأشار إلى أن هذا المشروع المبتكر في فكرته وتصميمه تلقى الإشادة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فوجه بتنفيذه نظرا لرسالته المجتمعية المهمة.